الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما احنا شايفين يا جماعه الشفشق ده من النوع الغالي اهو، ده بيلف السكينه بتلف على الفاضي، بمعنى ان الاكس بتاع الموتور او الترس اللي موجود في الموتور بيدخل هنا كده وما بيلفش السكينه بالمجموعه دي. طبعا طريقه عمل لازم تتفك الترس ده ونعرف ايه السبب. اهو كده يا جماعه نفكها، نفك الجزء ده كده اهو. طبعا نخلي بالنا من الجوان ده لان ده هو ده اللي هيمنع تسريب تسريب الميه او السوائل اللي جوه الخلاط. طبعا هنحاول نفكه، طبعا هو كده بيفك على الفاضي، فاحنا هنضطر نفرقع الجزء ده. هنفرقعه ازاي؟ عن طريق قصه باي حاجه كده. اهو يا جماعه معايا كده ايه اهو، هنقصه كده او نحاول نفرقعه باي حاجة، باي بالقصافة دي نحاول نقصها، لان هنفضل نلف اللف وبرضو الصامولة بتفوت، لا الصامولة لا السكينة. احنا طبعا هنفكها اهو يا جماعة، اهي طلعت معانا جزء منها طلع اهي. هنحاول اهو كده نجيب البنسة يمكن تطلع اسهل اهو كده اهي يا جماعة الحمد لله. هنشوف كده ايه تحت 8 عشان اقدر افكها، وجبت حته قماشه اقدر امسك السكينه. طبعا للاسف جامده جدا مصديه. اهو يا جماعه بسم الله اهو كده فكيت الصاموله اهي، احنا محتاجينها بعد كده. معرفش السكينة، المهم دلوقتي الجلبة دي برضو واسعة هنغيرها اهي كده اهي، فكيناها ونجيب واحدة تاني جديدة ونركبها. اهو يا جماعة هننظف نطرح لو في وسخة ولا حاجة نشيلها. طبعا هنجيب الجلبة الجديدة اهي ونركبها كده اهو، ونربط عليها من تحت اهو كده عشان نثبتها. طبعا نتاكد ان هي رابطه جامد كده عشان ما تخرش ميه. بعد كده هنجيب السكينه ديك اهي يا جماعه كده نركبها، وطبعا وعايزين ورده اجيب لكم، اجيب ورده وارجع لكم. اهي يا جماعه جبت ورده، لازم تتحط ورده فوق السكينه ديك علشان اما نيجي نربط الترس ده ما يضغطش على السكينه وما يخليهاش تلف. بعد كده اهو نمسك السكينه ايه، طبعا دي بتيجي فيها الايه، فيها الصاموله بتاعتها من تحت الكاوتشيه دي، في صاموله موجوده اهو يا جماعه كده اهو كده الحمد لله ركبت اهو. طبعا نبعد السكينه دي شويه عن الجسم عشان ما تحتكش بيه اهو كده كده 100 100. فاضل بقى نرجع الجوان تاني اهو. اهو يا جماعه الجوان نشدوا عليها لان ده مهم جدا عشان عدم يكونش فيها ميه اهو كده. بعد كده نجيبها كده اهو وهي هتركب بالقلاوز بتاعها اهو، ونضغط عليها اهو اهو يا جماعه كده تمام اهو اهو تمام كده اهو كده اتركبت وبقت 100 100. ونديها لصاحبها لانه محتاجينها دلوقتي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.